البنك قائم منذ 4 سنوات تقريبا، حقق انجازات على ارض الواقع، حقق نتائج جيده، فبالتالي الخطه يعني العقلانيه اقدر اقول انها ترتكز على جانبين، واحد تعزيز ما هو قائم والاستفاده من الخبرات المتراكمه لاقتناص الفرص في نفس المجال القائم. الجانب الثاني هو تعزيز انشطه البنك من خلال اضافه انشطه جديده للبنك مستندين على الفرص المتاحه في السوق القطري. يعني انتم بنك يعملوا وفق احكام الشريعه الاسلاميه، وبالتالي هل هناك من منتجات جديده يمكن اطلاقها؟ سمعنا انه البنك سوف يتحول الى تقديم الريتيل او الخدمات المصرفيه الخاصه على ما اعتقد. هو طبعا بنك متوافق مع احكام الشريعه، هذا منذ تاسيسه حتى في الجانب الاستثماري، فبنك متطابق مع احكام الشريعه يعمل وفق هذه الاحكام. التحول، انا عندي تعليق على السؤال اللي تفضل فيه، التحول هو ليس بتحول، هو مثل ما قلت في اجابتي على سؤالك الاول، هو اضافه خطوط جديده للاعمال القائمه في البنك. طبعا عندنا شريحه معينه نستهدف تقديم خدمات متميزه لها، الان في طور الاعداد والتطوير، ان شاء الله قريبا سنكون خارجين للسوق. الاستثمارات القائمة للبنك سواء في قطر أو في دبي أو في تركيا، هل سيتم إعادة النظر فيها أو ربما الدخول في أسواق جديدة أو التخارج من بعض الاستثمارات؟ والله طبيعة عمل البنك الاستثماري مثل ما تعرف هو الدخول في استثمارات، إعادة تدوير هذه الاستثمارات، إعادة هيكلتها، جعلها تعمل بشكل أفضل، ومن ثم التخارج منها، فهذا التسلسل الطبيعي في بنك استثماري. فالاستثمارات القائمة أكيد راح يكون عندنا في تخارجات، لكن في الوقت المناسب وبالسعر المناسب بما يحقق ويعظم العوائد المرجوة للمستثمرين. طبعا خلال هذه الفترة تدأبون على وضع خطة استثمارية للعام القادم 2014، بحسب الإدارة التنفيذية السابقة كان هناك انفاق بنحو 250 مليون دولار كاستثمارات، ما هو الرقم المستهدف في العام المقبل؟ احنا يدوب خلصنا من الاجتماع الاستراتيجي للبنك، طبعا كبنك استثماري ما يصل مرحلة ان التوقف، انا استثمرت مبلغ معين او استثمرت في عدد من البلدان او عدد من الصناعات وبالتالي اقف، العملية مستمرة، تخارجات تستبدلها استثمارات جديدة، المرتكزات الاستراتيجية للبنك قائمة على المناطق اللي احنا شغالين فيها حاليا مثل المناطق اللي تفضلت وذكرتها، بالإضافة إلى أقاليم جديدة أينما وجدت فرص تتفق مع السياسة المعتمدة في البنك. منذ نحو عام تقريبا ومجلس الإدارة يتحدث بأنه استكمل جميع الإجراءات المتعلقة بإدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر، لماذا هذا التأخير؟ هل نتوقع عام 2014 هو عام الإدراج؟ والله نأمل إن شاء الله، احنا متفائلين بالمستقبل، نأمل أن يكون الإدراج يتم قريبا، ما تفضل فيه صحيح أن الملف كان مكتمل، ننتظر موافقة السلطات الرقابية ونأمل إن شاء الله تكون السنة القادمة سنة خير على الجميع بما فيهم نحن. إدراج دون أن يكون زاد رأس مال أو اكتتاب؟ لا، هو مجرد إدراج.